وإذا شك الإمام في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا ماذا يفعل؟ وكذلك ماذا يفعل المنفرد؟ صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن أي ثلاث ثم يسجد سجدتين، رواه مسلم. وهذا دليل على أن من شك في عدد الركعات وهو ما يزال في الصلاة فليأخذ باليقين وهو الأقل ثم يأتي بما يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو، والله أعلم.